في 11 من ديسمبر من عام 1975 للميلاد، أعلن جلالة السلطان قابوس المعظم أمام 100,000 شخص احتشدوا في الملعب الرياضي بالوطية في مسقط احتفالا بالنصر أن الحرب قد انتهت وبدأت مرحلة البناء والمستقبل للوطن والمواطنين. أيها المواطنون، تهنئة طيبة مباركة تبشر بالأمن والاطمئنان بعيد الأضحى المجيد، مقرونة بتهنئة متوجة بالكرامة والاعتزاز بعيد النصر المبين. فتجلت أهم خصال السلطان في إنسانيته وحكمته في العفو والتسامح والرحمة في من أخطأ في حق الوطن.